الناس. الحرية متطلب تصارعت عليه الكثير من الشعوب، هو إحساس وشعور داخلي. عشان كده اليوم معانا منال السدحان، مدربة تطوير الذات. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيك منال. بداية، لما نجي نقول حرية، الحرية كده شيء، كلمة كبيرة. أكيد. كيف نقدر نختصرها؟ مثلا خلينا نتكلم عن الحرية الشخصية مثلا. أوكي. هي الحرية أصلا دائما شخصية، لكن كثير ناس فهموا الحرية بأشياء ثانية، أنه الحرية لازم تكون جاية من الخارج، لازم أحد يعطيني إياها، أو الحرية شيء مكتسب. لكن الحرية في الحقيقة، هي الحرية هو إحساسك الداخلي، هو شعورك الداخلي، لأنه ما في أحد يقدر يتحكم في اللي داخلك، ما في أحد يقدر يتحكم في مشاعرك، في أفكارك، في آرائك. هذه كلها حريتك، هي كلها هذه الأشياء ما لها أي علاقة في الخارج أو في الظروف الخارجية أو في المحيط الخارجي فيك، هي كلها جاية من داخلنا إحنا. ما في أي أحد يقدر يتحكم فيني الصباح أصحى مبتسم أو أصحى حزين. هذه كلها حريتي، اختياري. فدائما الحرية جاية من الداخل، لكن مع الأسف الناس ربطوا دائما الحرية أنه هي تجي من برا أو من ظروف خارجية. يعني المفروض أن الظروف الخارجية لا تؤثر بحريتنا الشخصية. أكيد. طيب كيف نفرق بين حريتنا الشخصية في اختياراتنا في حياتنا وسلوكنا في حياتنا، وكمان بين أننا ننتقد الآخر ونتطفل عليه ونقول هذا تحت مسمى أنا حر في رأيي؟ أوكي. بالنسبة للانتقاد الآخرين، هو من المهم في البداية أنه إحنا يكون عندنا قبول. لما احنا نكون قابلين انفسنا كما هي، مهم ايضا ان احنا نقبل الاخرين كما هم، نقبل تصرفات الاخرين، نقبل اراء الاخرين، ونعرف انه لكل شخص دور ورساله في هذه الحياه تختلف عن دوري وتختلف عن رسالتي. صحيح. فبالتالي ايضا لازم يهمني ان انا اقبلهم زي ما هم، من غير ما اني احاول اني اغير اي شخص، او اتوقع ايضا اني انا اقدر اغير. انا ممكن ااثر لكن اغير ما أقدر، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولو كنا نقدر نغير فكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول من غير، كان غير عمه مثلا. طب كيف ممكن أنا أقدر أزيد من مساحة الحرية دي بحيث أنه هي ما تأثر على الناس اللي حواليه، خصوصا أنه إحنا بنشوف مثلا مؤخرا كل مين صار بيجي مثلا يتدخل في قراراتك أو في حريتك بحجة أنه أنا بأنصح، مش بحجة انه هو تطفل. للأسف صار في لبس، لما احد يجي ينصحك هو بيقولك انه انا بنصحك، بس هو لا، هو في عين بيتطفل. انا كيف اقدر اسمح انه انا تزيد مساحة حريتي من غير ما يجي احد يتطفل عليها؟ هو هذه حريتك انت، انه تسمحي لهم او ما تسمحي لهم. فمن البداية اذا انا ماني حابة شخص ينصحني، ممكن اقول له من البداية انه انا ما طلبت النصيحة. لانه ما تعتبر فظاظه من استاذه منال؟ انه ايش؟ يعني مثلا اقول لا تسمح لك، او انه عادي اسمع النصيحه بس بلوك. اي والله سوي بلوك. اذا هي النصيحه هي ما هي انا ما طلبتها من الشخص، فالمفروض انه الشخص ما يتوقع انه انا بتفاعل او يا الله بطبقها. انا كثير ناس تنصحني يا الله يا منال لو احكيك على اساس ان هم يبغوا يغيروا، قال لك انا ما ابغى، انا مبسوطه كذا، انا مرتاحه كذا. لا بس لازم، خلاص انت كبرتي، اعقلي، انت ام، انت يا جماعه انا مرتاحه كذا. فهم ياخذوها من باب اللي متمرده. ليش كذا الناس تفكر؟ طب حلو انه احنا ايضا نقبل نفسنا زي ما هي، لكن ايضا احيانا لما احنا نقبل نفسنا مثل ما هي الاخرين يقبلونا. والله ما قبلتني اختي. طب ايش هي المخاوف؟ خليني اقول لك اللي تمنعنا من انه الانسان يعيش حياته زي ما هو. ايش المخاوف؟ زي ما هي. ايوه. اوكي. في مخاوف كثير تواجهنا، فمهم انه احنا ما نخلي هذه المخاوف تعيقنا من الحياه. لكن المخاوف من وين جت او من وين قاعده تنبني؟ غالبا هذه المخاوف ما جتنا من فراغ، جتنا مثلا من تجارب مرينا فيها في حياتنا، اما مثلا من مرحله الطفوله او حتى من تجارب واحنا كبرنا. فهذه التجارب بنينا عليها مخاوفنا الحالية. يعني مثلا شخص كان في المدرسة قال له الأستاذ والله رسمتك ما هي حلوة، فما عاد صار يبين أي شيء، حتى لما كبر مشاريعه ما هو قاعد يعرضها قدام الناس. يسوي أعمال ناجحة قاعد يخبيها، يخليها في الدرج. ليش؟ لأنه متخوف من الرفض. متخوف من الرفض، وحاس أنه مهما سويت ما في أحد راح يعجبه، لأنه خلاص هي عنده فكرة من الماضي أنه أنا أعمالي غير جيدة بالشكل الكافي، أو أنا غير جيد بالشكل الكافي. فمهم المجتمع برضو. أيوة. أستاذة منال، يعني أحيانا في مواقف المجتمع مثلا يكون واقف فيها في
في حريتك، يعني ما تقدر انك انت تسوي الشيء اللي انت تبغين، لانه في مجتمع وعرف وعادات وتقاليد ممكن تكون خاطئه او ممكن تكون قديمه ما تتماشى مثلا مع متطلبات العصر او متطلبات انه احنا صرنا 2017. برضو في اشياء مثلا يقول لك لا ما تسوي كذا، لا ما تعملي كذا. نفتح التاريخ، نفتح التاريخ ونبدا شيء جديد. يعني اذا انا واثقه من نفسي وانا قاعده اسوي الشيء بكل حب وانا عارفه انه انا مو قاعده اقدم على اي شيء خطا، لا هو قاعد يضرني ولا هو قاعد يضر احد غيري، فانا بالعكس اكون قاعده افتح التاريخ وابدا بدايه جديده، واني ايضا افتح الباب انه اشخاص ثانيين يدخلوا في هذا المجال مثلي. هل ممكن انه مثلا انا اسمح لاحد مسؤول عني، مثلا خلينا نقول مثلا عاده الام والاب اكثر من يتدخل في قراراتك الشخصيه ومثلا يحدوا مثلا من حريتك، لا ما تعملي كذا، لا ما تروحي كذا، لا ما تسافري تدرسي برا، لا ما ما يعني غالبا الاهل بشكل عام هم اكثر من يحد من حريه اولادهم بحجه انه احنا اكبر منكم وبنخاف عليكم. كيف ممكن احنا نوجه الام والاب بحيث انكم انتم خافوا بس مو معناته تكسروا شخصيتهم وتحدوا من حريتهم؟ صحيح. مهم في البدايه ايضا انه الام والاب يكون عندهم هذه التوعيه، انهم يتوعوا انه احنا نفتح المجال لابنائنا انهم هم ايضا يخوضوا تجاربهم بشكل، يعني يخوضوا تجاربهم بنفسهم. يعني مش خبره امي وابويا واقيس عليها قصدك. لكن ايضا في شيء ثاني احيانا لما احنا كاشخاص ما نكون واثقين من نفسنا او ما يكون واثقين من الشيء اللي احنا مقدمين عليه، فانا لما اجي اقابل اهلي راح يقابلوني بالرفض لانه انا من جوا عندي شكوك من نفسي. صحيح. لسه ماني واثقه من نفسي ولسه ماني عارفه اذا انا راح اقدر اقدمه بالشكل الكافي ولا لا. لكن في المقابل اذا انا رحت لهم بقوه، مش بقوه بعنف، لا بقوه داخليه انه انا مؤمنه بالشيء اللي انا ابغى اسوي 1 2 3 كذا، وانا عارفه انه انا الشيء اللي قاعده اسويه راح اسويه وراح يفيد الناس او حتى راح يفيدني انا، يعني مؤمنه انه انا قاعده اللي اسويه شيء صح حبته راح اقدمه من قلب، ما اتوقع انه في احد اقل اكون راضيه عن نفسي في الشيء اللي انا مثلا جاي اواجههم فيه. صحيح. يعني انا مقتنعه فيه. طيب كيف انا اقدر اكون حر مثلا؟ انت حره. ايوه انا حره. لا اكيد انا حره، انا عبير حره، بس انه بتكلم بشكل عام انه في كثير ناس يحسوا انه هم يعني ما مو اخذين هذه المساحه الشخصيه حقتهم في انه هم يسووا الاشياء اللي هم يبغوا يسووها. خليني اسالك مثلا هذول الاشخاص كيف يقدروا يكونوا مثلا احرار في حياتهم الشخصيه، ولكن مثلا زي ما قالت غزل انه ما يتعارض مع اهله، ما يكون من المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني لانه في جوكي اهل والله ما اكلمك والله رضا الله ورضا الوالدين، يعني رضا الله ورضا الوالدين. أيوة. وفي ناس ترى الا الرضا والغضب يعني. كمان خلينا نتكلم في دي النقطه انه انا اقدر اسوي هذا الشيء، خلاص انا وصلت لمرحله انه انا واثقه في نفسي اقدر اسوي هذا الشيء، ولكن انا ما ابغى مثلا اذي اهله. اكيد في البدايه اهم شيء عشان احنا نبدا نزيد مساحة الحرية عندنا، من المهم أنه إحنا نتبع الآية ولئن شكرتم لأزيدنكم. كيف أسويها؟ أني أبدأ ألاحظ النعم اللي موجودة عندي ما هي متاحة عند أحد غيري. كلنا عندنا مساحة حرية، ولكن عشان تزيد هذه المساحة لازم نبدأ نلاحظها. أي شيء نوجه عليه تركيزنا في هذه الحياة يبدأ يزيد. فمثلا ممكن أوجه تركيزي على الحرية المتاحة عندي حاليا. متاحة عندي حاليا مشاعري، ما تخيل انه في شخص يقدر يتحكم في مشاعرك او يتحكم في الطريقه اللي تشعري فيها او تفكري فيها. مثلا عندي مساحه حريه اني اتفرج على التلفزيون، احط القناه اللي تناسبني، اطفي النور مثلا، اطفي النور ما ابغى. عندي مساحه حريه اني اكل الوجبه اللي احبها. عندي كل هذه ترى حريات يعني واشياء متاحه عندي. بعد كذا يبدا الواحد يزود، اوكي لا انا عندي حريه اني اقدر اطلع السوق، عندي حريه مثلا اني اقدر اسافر، عندي حريه اني اقدر البس اللي انا ابغاه مثلا. ايوه البس اللي انا ابغاه، بس طول ما انا مركز على الشيء اللي ما اللي مو عندي، طول ما انا قاعده اوجه تركيزي بس على الاشياء اللي ما هي متاحه عندي حاليا، طول ما هي هذه الاشياء راح تبدا تزداد وتزداد وتزداد. وانا حتى راح احس انه ايش المشاعر اللي راح تجيني؟ راح تجيني مشاعر انه انا شخص مظلوم، او انا شخص في احد غالبني وشخص مضطهد، وطول ما انا عندي هذه المشاعر ما راح اتطور. طب انت تعتقد انه المجتمع كمان له تاثير؟ الخوف مثلا من المجتمع، الخوف من المجتمع، في اكيد مخاوف من المجتمع، هذه مش منتشره عندنا كثير في الوعي الجمعي.
انه عندنا هذه المخاوف. طيب استاذه منال، خلينا اسالك عن ثقافه المجتمع عندنا بخصوص الحريه الشخصيه. المجتمع دائما يقنن الحريه الشخصيه بالحريه المقيده وليست مطلقه، يقول لك اذا داخل حدود المعقول والمقبول. طب ممكن المعقول والمقبول يختلف من شخص الى اخر. من يحدد المعقول ومن يحدد المقبول يعني في المجتمع؟ مين في المجتمع بصراحه المفروض احنا، صح ولا لا؟ يعني المفروض انا اشوف انه الشيء لما يكون يتعلق بتقاليد او عادات، يعني ما يجي المجتمع يحكم علي على حاجات ما هي بديهيه او اساسيه مثلا في الدين. يعني لانه احنا اصلا لو احنا قاعدين نشوف في حياتنا من بيت لبيت تختلف مستوى الحريه او نظرتنا بالزبط. للحريه تختلف تماما من عائله لعائله، وفي نفس العائله ممكن اخ عن اخ تلاقي مستوى الحريه عندهم مختلف. او مفهومهم مختلف. فدائما احس انه مهم انه احنا نستفتي قلبنا في هذا الموضوع ونشوف ايش الشيء اللي انا يناسبني، ودائما نسوي الشيء اللي احنا نحبه بالشكل اللي احنا يناسبنا، وانا متاكده انه هذا الشيء المفروض حتى لو كان الشيء اللي احنا نحبه مثلا بالشكل اللي احنا يناسبنا. ايه مثلا ما هيرضي ريم يخلي ريم تزعل مني، ليه تزعل مثلا؟ ما هي المشكله انه في المجتمع هو ما تقدر ترضي جميع. لا خليني اقول لك يعني مثلا ريم زميلتي ودايم معايا، اوكي مثلا مو عاجبها غزال صاحبتي ودايم معايا مثلا، لا ممكن تكون افكارها مشابهه لافكاري لانه عشان كذا احنا صحبات. خلينا يعني مثلا اختك زي ما انت قلتي دايم في طرف ايوه هذا الشخص المقدس في العائله. انا عندي شخص مقدس في العائله يخوف، يعني اللي اخاف حتى اقول له افكاري. فمن جد يعني مثلا اخليه يتكلم ينصح 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 اوكي عرفتي، بس اني ما اسوي فيها. يعني هذول الاشخاص كيف ممكن نخليهم راضيين بطريقه انه لا انا مو بسلك له؟ يعني انا تهمني ريم، تهمني اختي، تهمني غزل، بس انا مثلا ما ابغى احد يتضايق، ما ابغى احد يزعل. اوكي ممكن في هذه الحاله انه احنا نوصل لهم حريتنا ولكن بالطريقه اللي تناسبهم نجامل، لانه في احيانا الحياه لازم تمشي. طب معلش الحته دي بس متضايق في حته الحريه مكبوته. لا هو شوفي لانه بتصير كثير. شوفي يعني انا الحمد لله الان وصلت لمرحله الحمد لله اني ما اقدر اقول انه في احد كابت حريتي، اني يعني خلاص بسوي كل شيء انا ابغاه طالما في حدود زي ما قالت ريم المقبول والمسموح. لكن بيجيكي مثلا انتقادات سواء كانت من العائله من المجتمع، بيجيني كلام كذا شويه يضايق عرفتي؟ احكام الاخرين ايوه الجادجمنت هذه أوكي. احكام كيف الاخرين كيف اقدر اوصل مثلا لريم انه انت ما تقدر تحكم علي؟ ايوه احكام الاخرين ما نقدر نوقفها. الاخرين مهما سويتي لو ايش ما سويتي الاخرين راح يظلوا يحكموا علينا. هذا الشيء احنا ما راح نقدر نوقفه ابدا في هذه الحياه، لكن الشيء اللي احنا نقدر نسويه انه احنا ما نسمح لهذه الاراء انه هي تاثر علينا او تاثر على قراراتي او تاثر على خياراتي في الحياه. انا عارفه ان ايش هي خياراتي، انا اختار هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء. اراء الاخرين ما راح اسمح لها انها هي توقف في طريقي او انها تاثر على الشيء اللي انا حابه اني انا اقدمه في هذه الحياه، لانه انا اراء الاخرين مستحيل لو مهما حاولت اني انا اقدر ارضيهم كلهم او اني انا اقدر اني اخلي كلهم يحبوني او كلهم يوافقوا على قراراتي. طيب استاذه منال، ليش بنلاحظ في المجتمعات العربيه تحديدا دائما مرتبط مفهوم لما تكون المراه حره معناته هي متمرده، معناته هي يعني ما عندها لا رادع ولا احد يوقفها؟ ليش مرتبط مفهوم الحريه في المجتمعات العربيه للمراه تحديدا ان هي انسانه متمرده؟ أنا ممكن تكون إنسانة حرة، فكرة حر، بس تكون إنسانة هادية جدا بسيطة ما عندها العنف اللي هم مثلا التمرد مرتبط بالعنف أكيد. ليش مرتبطة عندنا الحرية بالتمرد؟ لأنه مفهوم الحرية شوي تشوه. تشوه مفهوم الحرية أنه الحرية تمرد، أو أنه الحرية أنه أسوي الأشياء الغلط وما حد يقول لي شيء، أو أنه الحرية أنه أنا أتمادى على الآخرين، أو ارتبطت مفهوم الحرية شوية تشوه. بس مش هذا هو المفهوم الحقيقي للحرية. الحرية إحساس إحنا مولودين فيه، إحنا تولدنا بهذه المشاعر، وكلنا خلقنا أحرار. فمهم إنه إحنا نرجع مفهوم الحرية لمفهومه الحقيقي اللي هي الحرية الروحية. الحرية اللي تجي من الداخل مش تجي أيضا من الخارج.
حرية شخصية. حرية شخصية أكيد. يعني انت ما تبي تلبسي اللبس ده ما تقدري تجبريني انه انا البس اللبس ده، ما تبغيني احط مثلا خلينا نقول عدسات او نظار، يعني انت شايفته مو حلو علي بس انا شايفته حلو علي، اختيارك. بالضبط. يعني مثلا ما ادري منال اذا انت بتشوفي انا كيف بلبس ولا لا، يعني انا ستايلي مزعج ناس كثيره. لا فعلا خليكي بدير بلوزه. ستايلي مزعج ناس كثير، تجي ناس تعلق بلوزتك مره ويرد غريبه. طب انا عشان كده لبستها لانها غريبه، عرفتي؟ أيوة. طب حلو، هذه شخصيتك ليه تغيريها؟ لا ما غيرها بس اليوم بغي الاختلاف. طيب استاذة منال، كيف نقدر في مجتمعنا يعني نوعي الناس بثقافه الحريه الشخصيه وحتى كمان يتقبلوها، انه خلاص يؤمنوا انه لكل انسان له حريته الشخصيه وفي حدود في التعامل مع الناس، هذه لا اتخطى حريه جاري الشخصيه او حريه صديقتي الشخصيه؟ اكيد بالتوعيه. انه احنا نتكلم عن هذا الموضوع، انه الناس تطلع تتكلم عن الحريه، تشرح للناس ايش هي الحريه، وانه وكيف ايضا نقبل الاخرين. موضوع القبول جدا مهم، اني اقبل الاخرين كما هم، احترمهم كما هم، واقبل نفسي انا كما انا. طب هل حريه الفكر، هل في شيء غير بغض النظر عن الفكر، حريه بحد ذاتها، هل في حريه مطلقه او هي الحريه لازم تكون مقننه مثلا بعادات المجتمع او بتراث المجتمع او بالدين؟ الحريه سؤال. شوفي، بالنسبة للحرية أكيد هي الحرية حريتك أنت، حرية رأيك، حرية قراراتك. طبعا لك الحرية أنك أنت تعبري فيها بالشكل اللي يناسبك، لكن أيضا إحنا كبشر زي ما إحنا موجودين في هذه البيئة، إحنا عندنا هذه الأشياء موجودة أصلا، أوريدي موجودة، اللي هي الدين، الأخلاق، العادات، التقاليد. لكن متى أبدأ أني أنا مثلا أقول لك لا نطلع عن هذا الموضوع؟ لما احنا تكون انا مش ضد الدين، ولكن في بعض العادات والتقاليد هي اصلا ضد الدين. صحيح، حبيتها. ما هذا المشكله، ان الناس منهم متمسكين ببعض التقاليد وهي خطا، ما هي موجوده في ديننا، يعني ما هي موجوده في حياتنا، ليش اتمسك فيها وهي اصلا غلط؟ يعني ابغى اسالك بدال، ما هو احنا لو فصلنا لما نجي نقول انه نفس الحريه الشخصيه عن الدين، في ناس بيسموها الليبراليه. اوكي صح. طب كده هذول الناس انا كيف اقدر اقنعهم انه لا، انا الحمد لله مثلا بسوي الاشياء الكويسه اللي انا ابغى اسويها في ديني مثلا، ايش من كان يكون دين الشخص، وفي نفس الوقت انا بسوي حريتي الشخصيه الاشياء اللي تناسبني. ايش المشكلة؟ كيف نقدر نفهمهم انه لا، هذا مو شيء مثلا، مش ليبراليه او مش شيء ثاني، عادي انا انسانه كده. ايوه، كيف نقدر نفهمهم هذه الشغلة؟ مش إنه يجي يحكم عليك زي ما قلت لي قبل شوية إنه لا أنت شخص مثلا ليبرالي، أنت اشتراكي، أنت رأسمالي، فهمتي علي؟ هنا أرجع مرة ثانية ونقول إنه إحنا ما علي من الآخرين ولا علي كيف أقنعهم، لأنه أنا ما راح أقدر أقنعهم. يعني أتصرف زي ما أحب. طب اوكي، ما راح اقدر اقنعهم. بس منال خليني افهم كمان، اقول لك حاجه، في كثير دحين مراهقين بيشوفونا وفي امهات بيشوفونا عشان ما نتلدع. طيب هذا المراهق كمان حريته اكيد يعني لها حد معين. اكيد طبعا. طيب احنا ما تعدينا على هذه الحدود ابدا. يعني انا اخليه حر ولا لا؟ دحين ما فهمت. لا هذا هو صحيح بالنسبه يعني لتربيه الاطفال، يعني اكيد انه اي ام تبغى تنشئ طفلها او طفلتها على انه مبدا انه انت لك حريتك الشخصيه في اختياراتك في حياتك، لكن كيف اني يعني ارسم هذه الحريه الشخصيه واتحكم فيها بحيث انها ما يوصل انه يتمادى في اشياء ممكن تزعجني انا كأم. حريه يعني تحت اشراف، يعني احسها لازم تكون. اكيد لما يكون اطفال اكيد الحريه ما راح تكون بشكل كامل، لكن ايضا مهم بالنسبه للاطفال انه ما يكون تحكم فيهم، لانه حرام. حتى الطفل هو انسان كامل، من حقه انه هو يعبر، من حقه انه هو ايضا يكون عنده اختياراته، حتى اختياراته في ملابسه. صحيح، نشركهم يعني في اختيارات الملابس، في اغراضهم الشخصيه، اغراضهم في حلو انه الام تطلع ثلاثه قطع، قطعتين، وها انت اختاري من هذه الثلاثه قطع. صحيح. طيب سؤال أخير أستاذة منال، كيف أنا أقدر أقنع اللي حولي إنه هذا قراري وما أسمح لأحد يتدخل فيه أو يتجاوز حده معايا؟ بالمختصر كده دينا عشان الكل يستفيد. أقول له مالك شغل. طب ولا كيف؟
لما أكون أنا مقتنعة بالشيء اللي أنا حابة أسويه، ما أظن أنه أنا بحاجة أني أنا أقنع الآخرين فيه. أكيد. جميل. أكيد. أنا حبيتها. أستاذة منال السدحان، شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي. كل ما نسنس